السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. جزاك الله خيرا. وياك تفضل. رجل فلاح يا شيخ، لديه أرض، وفي هذا المحصول يأتي كلاب، كلاب ضارة تأتي فتفسد المحصول، يعني تلعب بالمحصول هكذا. هل يجوز له قتلها؟ إذا لم يستطع أن يتصرف تصرف ونصرف الكلاب عن أرضه، وكان الضرر الواقع كبيرا، له أن يقتلها. نعم.